أنا أسماء، صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير دكتور، مرحبا. صباح النور، مرحبا بكم في داركم. نعم، أهلا بك دكتور. صباح الخير زميلتي نسيبة، مشاهدينا الكرام، دكتور طبيب الفقرة، أهلا بك. حلقة اليوم سنتكلم عن الحروق الجلدية ودرجاتها وطرق علاجها. محاور الحلقة، المحور الأول سنتكلم عن الإسعافات الأولية، المحور الثاني سنتكلم عن درجات الحروق وعلاجاتها، أما المحور الثالث سنتكلم عن الترميم سواء كان بالليزر أو بعملية زرع الجلد. معجون أسنان أو صلصة أو بيض، صابون أو قهوة، تضعون أي شيء على الحروق، تتناسون أنكم تشكلون بذلك طبقة أو قشرة لا تزول إلا بسلخ جلدكم، وبالتالي تعميق الجروح فتشوهات قبيحة، الإبعاد عن مكان النار، نزع الخواتم، الساعة، نزع الملابس، إبقاء الطرف المحترق تحت الماء لربع ساعة. كل هذا سنراه مع الدكتور الفقرة. دكتور صباحك بألف صحة، كيف الصحة اليوم دكتور؟ أنا دائما صحة، نظن رغم المشاكل اللي راهي نقراوها في الجرائد، الصحة العمومية لازمنا نكافحوا، الصحة العمومية نؤمن بها وندافع عليها. نعم دكتور، موضوع اليوم قلنا الحروق، لكن قبل أن ندخل في تفاصيل الحروق نتكلم عن الجلد، نتكلم عن تركيبة الجلد، طبقات الجلد. لو تعرفنا دكتور بصفة عامة الجلد والمضار اللي تسببها أشعة الشمس أو الحروق أو المواد التي يتعرض لها الجلد يوميا. شوفي، كنت طالبة وكنت جوزي في امتحان شفوي، المقدمة تاعك والله غير عليها نعطيك نقطة. لازم هي هذه هي كيف نفهمه حاجة مريضة. لازم نعرفوا هذيك الحاجة لما ما تكونش مريضة كيف خلقها الله. ودائما يعطيك صحة فيزيولوجي، ودائما نقول لك وخلقناكم في أحسن تقويم. أولا لازمنا نقلعوا من هذه أحسن تقويم، ما هي الجلد؟ ما هو الجلد؟ اسمحي لي لا نطول شوية، ولكن الجلد، الجلد من أهم الأعضاء عند الإنسان. هي أكثر من الإلكترونيك، أكثر من الصواريخ، تدافع على ذاتنا. هي اللي تحمي داخل الذات من الاعتداءات، ونأكد على الجمع اللي موجودة في المحيط تاعنا. هي الجلد لازمنا نهتموا به، ويالي أول دير حامي، يعطيك صحة تحمي. وهذا الجلد شوفي فيه اولا مرونه اللي تسمح لنا بنطوي ونكمشوا وجهنا، هذه عندها اهميه، لان الذات تاعنا تنتج واحد الزيت خاصه اللي تغلف كل الذات تاعنا، وتشوف بان كاين اماكن وين الزيت اكثر، يعني في الجبين في الاخر، وهذه اللي دير الماكياج تعرف تقول لك لازم نحيو الزيت لان تحت البروجيكتور تبرق، ولكن هذا الزيت عندها اهميه كبيره. قلت لك لازم نعتبرها شغل ميلفاي، كان الطبق الاول الثاني والثالث. لازمنا نحافظوا عليها، ومانيش عارف لين نجمو ندخلوا في الحريق. يقال ان الجلد هو العضو الحي اطول بالنسبه للحياه، هو اطول عضو يمكن ان يبقى حي. شوفي معجزه، انا نقول الجلد معجزه، لان اذا تحترميه وتحترمي كيفاه موجود، يعني والله العظيم يطول ويحميك وما عندك حتى مشاكل. ولكن الرهيف في نفس الوقت، الحاجة اللي عندها أهمية الرهيفة في نفس الوقت. دكتور لو تحدثنا عن الحروق، كثير من الناس جربت الحروق لكن بدرجات، لو تحكي لنا درجات الحروق والأنواع تاعها، كاين حروق بالكهرباء، حروق بالمواد الكيميائية ربما غير ذلك. الحروق مرتبطة
بسبب الحروق، المادة تاع الحروق حقيقة كاين النار، كاين الكهرباء، كاين مواد كيميائية، حتى الشمس. هنايا جينا الفهم سهل لأننا قدمنا واشن هو الجد. لما تكون الحريقة تكون في الدرجة الأولى السطحية، الكوش الأولى ما فيهاش خطر، الخطر يقوى كل ما طول الحريق، نفهم روحي. لكن هذه الدرجة تسبب بقع ربما تصبغ. كاين درجات، نعطيك مثال تطبيقي باه يفهموا. الكوت سولي، الكوت سولي هذاك نروحوا للبحر، والا بالاخص النساء تكون طيب وتنسى، ونحيي النساء لانه والله يتعذبوا بالاخص وجاي عيد عيد الاضحى، امساك نحييهم ونقول لهم كوراج. الحريق تاع مرأة تكون مشغولها كحتى تمس، وشوفي سبحان الله العظيم الدات تاعنا واعية، انت تمسي حاجة ويدك تتنحى، في ردة فعل. يعطيك صحة. ولكن بعض الحالات تاع أمراض المزمنة بالأخص مرض السكري، هذوك العروق تاع الحساسية يموتوا. قالوا الإنسان لما يحط رجله ولا يده ما يحش هذيك، لأنه فقد هذيك الأحساء تبطأ. سنتكلم على الأمراض المزمنة، إذن هذه النوع من الدرجة أولى. أما الدرجة الثانية، الدرجة الأولى كي تنحي يدك بي فيه ماشي طولي، إذا تنسى روحك النار هذيك راهي. هل الدرجة بالفترة الزمنية أم بعمق الجرح؟ يعطيك صحة. لو طولي راكي راح فعلا تحرقي، وحنا يا كي واحد يبدا يحرق يده ولا نشموك اللي ريحه الشواء، الجلد يولي شغل الشواء يولي نحرق شغل اللحم. ولكن اذا طولي، هاي وين مرهونه القضيه، اذا طولي في هذيك النار ولا في هذيك الماده الكيميائيه ولا في الكهرباء، كهرباء الحريق تاعها خاص، راهي الحريقه تزيد، طبقة الاولى، طبقة الثانية، طبقة الثالثه، طبقة الثالثه هي الخطيره الكامله. التروازيام دوغري يقول. نعم، نذكر مشاهدينا الكرام انهم يمكنهم الاتصال على الرقم الظاهر اسفل الشاشه 023 59 91 61. دكتور، عند الاصابه بالحروق الناس تصاب بالذعر والتوتر، يعرفونك لا يعرفون كيف التعامل مع الحروق. لو نقدموا للناس والمشاهدين الاسعافات الاوليه اللي يمكن يديوها في البيت باش يعالجوا الحروق. يعطيك صحة. والآن لو كان نستخلصوا المشاهدين يستخلصوا من هذا الفقرة تاع ألف صحة، هذه النقطة واش يعني نقولها تولي فائدة كبيرة. ما نتكلمش على الحريق بالكهرباء، هذيك نوع وحده. ولكن كل حريق بالأخص حريق تاع النار، حقي وعلمي باللي راح تشعل راح تطيب. أول حاجة اللي لازم نديروها، أول حاجة ما خمو حتى حاجة، نروحوا للماء، نشكوا يدينا في الماء. طولي معليش، الماء طولي إلا فقط بالكهرباء ما يلزمش. ما كان نوع درجة الحرق دكتور؟ ما أي نوع تاع درجة الحرارة، أي نوع نتفاهمه. حتى بالمواد الكيميائية؟ لا نتفاهمه، كان درجات مواد الكيميائية. أنا نعطي معلومات الحريق البسيط اللي يكون في الكوزينة ولا الأمور تتغير. شحال عندنا داتنا، نقيم النسبة المئوية تاع داتنا اللي انقاست بهذيك المادة. إذا تكون نسبة مئوية طويلة، كاين الواحد اللي فيه وتشو وظهره وكذا، هذيك كبير، هذيك لازمنا مباشرة نمشيو إلى للمستشفى. وحاجة ما نديرو لا زيت لا صابون لا دونتيفريس لا قهوة لا بطاطا لا تشكتشوكا، لا خلينا من هذا الحالة. ربما هذه المواد تحدث تشوهات. بالعكس لتجربة وضعت السكر الصابون في الحريق البسيط، نروح مباشرة للماء. والحمد لله لأغلبية الحروق اللي صراو حروق بالماء حروق بسيطة. فقط دكتور حتى نركزوا فقط انه وضع اليد في الماء او منطقة الإصابة في الماء يكون درجة الحرق من الدرجة الأولى. الأولى وما تكونش من الكهرباء. بسيطة، يكون درجة الحرق بسيطة جدا. بسيطة وما تكونش من الكهرباء. كاين حاجة أخرى، إذا تكون مادة كيميائية تطرش لنا في وجهنا ولا في الاخر الاسيد وكاع، روحوا للماء ثانيك. روحوا للماء ثانيك. ولكن ناخذوا بعين الاعتبار
مساحة الحرق. الحرق هذا كاين لازم تواسي. روحي روحي روحي. مستقبل الأول اتصال سهام من منظر جميل. صباح الخير سهام. صباح الخير. صباح الخير ومعك الدكتور، هل عندك انشغال فيما يخص الحرق؟ للأسف. تفضل دكتور. مش كنت فهمتي؟ الحريق مرتبط بالنوع تاع المادة اللي حرقتنا. ولكن كاين التهاب، كاين التهابات. احنا مباشرة نروح للحريق. كاين التهابات تبع مثلا استعمال المواد تاع التنظيف اليومية، وهذه ثاني نتطرق لاخر. لا جافيل يحرقك يحرقك بالمفهوم العام، راه يدير لك التهاب. بعض المواد تاع التنظيف تاع الكوزينة ولا هذيك يستعملوا القفازات. القفازات ولكن في القفازات ما نستعملوش هذيك القفازات، سمحوا لي، كي المصة تاع اللي دخنوا يعني هذوك ملونه. تفضلي اتصال سهام. عفوا تاع الاتصال بنا. صباح الخير سهام. صباح الخير مدام. هل عندك انشغال فيما يخص الحروق، موضوع الحلقه العدد؟ انا عن نفسي. تفضلي عليكم. مساء الخير. تفضلي سهام، سؤالك للدكتور. صباح الخير عليكم. صباح الخير للدكتور. صباح الخير. شكرك على هذه الحصه اللي عجبتنا بزاف وتعجبتنا بزاف ديالنا، وحبيت نفوزي كيسيون برك على دير وليدي. انا يا في عمر 14 سنين، تحرق لي كان في عمره عام ونص. نعم. باش تحرق سيده سهام. باش تحرق الابن تاعك؟ قلت لك بلا تخيسه كافي كبات صغيره. نعم نعم. في رمضان قهوه بيت اوتور دو لا تاب كان يدور في بيسمون تحت عليه. وين المكان فقط سيده سهام؟ وين تحرق الابن؟ في اونيفو دو فونتر، في الابجل في البطن. نعم. كيف تعاملتي معه سهام؟ هل وضعتي له اي ماده كطباطم او نقلتي مباشره للطبيب؟ نعم سهام. اول حاجه قلتها له في الجنب ديتوني ديري لا تنجبه. نعم جيد. نعم. وسؤالك انشغالك للدكتور سهام؟ انشغالي هل قعد له اثر سهام؟ انا حابه نسق فيه دوك الاثار اللي قاعد فيه في الدرماتولوجيك. هذا ما كان رمزي في الجلد. نعم. وين تسكن؟ هنا في العاصمة بالمنظر الجميل. نعم. طيب سهام، فقط درجة الحرق هل كانت من الدرجة الأولى، ثانية أم الثالثة حتى يشخص الدكتور الحالة؟ من الدرجة الأولى. من الدرجة الأولى هناك أثر الحرق لا تزال موجودة. نعم سهام. يبدو الأثر هي الأثر غير مفهوم. نعم، مع مرور الوقت يمكن أن تحدث. نعم. هذه لا كيسون حبيت نفوزي هل الدكتور. نعم. هل ممكن ذوق في البطن تاعو عنده دي سيكاتريس دي كيلويد؟ تقول أنها موجودة وتتابع مع طبيب الجلد. هل ممكن تطور الآثار؟ اولا هذا النوع من الحريق. نعم. وشتي كنت ركزت على الامهات، خاطي وين نحييهم احنا الابوات شويه، الامهات اللي اغلبيه حوادث الحروق تصرى في البيت مع تاع القهوه. نعم. مع الطابونه. نعم. مع الاخر. اولا لازم نوب العضو كان صغير، وكما كل حاجه فينا النمو تتغير الجلد نعي يتغير. واش لازم هدير؟ نشكرها لانها راحت مباشره الصال دي بان. نعم. الاخر راحت مليحه، ثانيا تكمل التبع عند الدرماتولوج. وهل نعاود السؤال دكتور، هل ممكن الاثار تتطور مع زمن تزيد مثلا؟ قلت لك اللون ممكن يزيد بتعرضه للشمس او درجه الحريق من النوع الاول يعني. نعم. سي بريلير. نعم. يعني حاجه ما فيهاش مشكل. ثانيا تعرض للشمس اي راني جايك. نعم. ثانيا كاين نمو الامور تتطور عند الطفل. نعم. عند الطفل. وانا ما نظنش باللي كاين خطر ولا كاين تطور سلبي. لان من الدرجه الاولى كلنا عشناها، ولكن نخبرها
حذري، واحد يقول لك ديري الحنتيت ولا ديري الكريمة هذه تاع الهند وتروحي كاش محل تاع الأعشاب يقول لك هذا الكريمة مليحة، حذري كملي تبعي عن طبيب الجلد. نوح الناس ميلا، صباح الخير خولة. صباح النور أخت، شراكي لبس؟ الحمد لله. انشغالك خولة؟ عندي انشغال مع الدكتور فاضل، عندي واحد من لافامي تاعي تعرض وقت الحريق هكذا، كان الدرجة الأولى هكذا. أول مرة شغل كانت الجدة تاعي معها هكذا، حصلوا الدونتيفريس ما مزرناش به للسبيطار. نعم ايه، وبعد شغل هو شغل دركا مازال عنده اي شاك هكذا، شغل من اثر الحريق هو تاع شفاء الحمد لله تمت بالشفاء. طيب خولة، فقط عندما استعملتم معجون الاسنان هل ديتوه الطبيب ولا ما ديتوهش؟ فقط اكتفيتم بمعجون الاسنان؟ كيما دركا حرقت زوجي ساعتين هكاك حتى الربعة باش شغل ولي الامر تاعو قام ب يعني بعد سنوات من الحرق. بعد ساعات من الحرق. نعم بعد ساعتين هكا. نعم باش تم اسعافه. وسؤالك للطبيب، عنده دركا عامين هو تمثل بالشفاء الحمد لله، لكن اثر الحريق مازال شغل مازال ياثر فيه هكذا، شغل كيف يوجع وجهه. عفوا خولة، الاثار الحريق هل تشوهات ام اللون؟ هي شغل لون. نعم وين صار الحريق؟ وين الحريق بالضبط؟ مكان الحريق خولة؟ مكان وجه هو جزء من الرقبة. نعم خولة من ميلا شكرا لك. الوجه هو جزء من الرقبة. شكرا لك خولة. شوفي الأسئلة ورانا نعمقو لازمني نوضح. الدات تاعنا كاين أماكن عندها أهمية كبيرة، محساسة جدا بالأخص يعيطوا لها ليزارتيكولاسيون، باه نطوي ويدنا وكلش كاين ظروف تاع الجلد خاصة. نعم. الرقبة يكون ربما لين الجلد. لما يصرع حريق، ونشكر هذا الصور تاع اللي راهم يجوزوا ولا غير من ناحية البيداغوجية يعني أهمية كبيرة بالأخص هذه من بعد نهضروا عليها. نعم. المكان تاع الحريق مثلا إذا يصرى الحريق في الرقبة كما قلنا. نعم. حريق غامق يعني من نوع الثالث ولا راهي الرقبة تتكمش. تتكمش تولي الحراكة الفيزيولوجية تاع الرقبة وعرة. نعم. هذيك تطلب تكفل آخر من بعد عملية جراحية. دكتور لو نجاوب خولة، أنه هناك اتصالات كثيفة جدا اليوم، موضوع حساس. تقول خولة كما أشارت أنه إصابة الحريق كانت في الوجه والرقبة، لحد اليوم ما زالهم أثار الحريق لعلم أنهم استعملوا معجون الأسنان. تتكلم عن اللون، أطلب اللون حاجة أخرى. نبدأ من كلش. اولا اخطر حاجه، وهذه البلاغ للنساء بالخاص اللي بكونوا في المنزل، شوفي مساكن هما اللي في الطالعه هما اللي يسوفري، حذري لا تكون لابسه جبه تاع النيلون، ما تحوش تنحيها لان النيلون يذوب، حاولوا النيلون يذوب ويلصق في الدات، هذيك خطيره في المنزل، حاولوا حوايج تاع. هل اصح ان ننزع الثياب بعد الحرق؟ لا ما تنجميش، نهار اللي النيلون ينحرق راهو يلصق. هذا النيلون دكتور، معليش حوايج واحد اخرى، هل يجب نزع الثياب ام لا؟ بياسير، هذه خاطي لا، اذا الثياب لهبوا. نعم. لازم نحيوهم ونرميو عليهم الماء وكلش. واذا كانت الثياب ملتصقه وما كانش لهب ملتصقه، هذيك حاجه واحده اخرى، خلي نروحوا للمستشفى. نعم. لان اجراءات خاصه. حاجه المراه نهار اللي تكون في البيت ولا الطفل الصغيره الجبه نلبسوا لها تاع القطن ولا كش حاجه، لان النيلون الجبه تاع هاي المشكله تاع النيلون في الجزائر، هذه هي اللي رانا مغمومين بالنيلون. قولها انا الدكتور بنا شنو، لان النيلون لو بعيد شرط صرا الحريق راهو يلصق في اللحم. وجيت نواصل فقط الاتصال هنا من تبسه ونجاوبوا على الاثنين، مازال ما جاوبناش دكتور. ألو. خولة صباح الخير. هنا صباح النور مدام، شراكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. انشغالك هنا؟ تمنى انا كنت صغيره تحرقت في عمري 6 سنين، في عمري 15 سنه تحرقت على رجلي في زوز ما سخون. نعم. وتما داويت، تما جوست رحت للسبيطار داويت، بصح من بعد قعدت نداوي شحال في عمرك الان هنا؟
نعم. عمرك؟ العمر تاعك هنا. نظر كنت حرقت في عمري 15 سنه، درت في عمري 29 عام. بصح مازالت لي سيكاتريس ما بغاتش تروح، تما بغيت ندير عليها اوبيراسيون. حبيت نسقسي طبيب اسكو نقدر ندير، بس قالوا لي مع طول الوقت ما تنجحلكش العمليه. نعم. مكان الحلق فقط هنا؟ القدمين في زوج. شكرا لك هنا من تبسه. شكرا. شكرا لك. كانت كي في عمرها 15 سنه كي تحلقت، والان هي 29 سنه وفي الابجل الرجلين، نصحوها بالقيام بعمليه جراحيه. على حسب نعاود كلامها، قالوا لها بلي ما تنجح، قالوا لها انا هذه مبني على المجهول يا نمار في الجزائر كفى، قالوا لي دير هذا العشبه، قالوا لي قالوا لي قالوا لي. وين تسكن هي؟ تبسه. في تبسه. الحمد لله في الجزائر بداوا يكونوا مراكز مختصه في الحريق وكيفاه رقعوا الحريق، والحمد لله عندنا الالات وعندنا الادويه وعندنا المختصين وعندنا الاخر. هذا اللي قالوا لنا لا روحي، يعني في امكانيه في نجاح العمليه. وقيله في قسنطينه كاين ان سنتر بور بيريلي، مانيش عارف في قسنطينه. مثلا تروح اولا الطبيب الجراحه اللي رقع، يعيطوا لها شيروجي ريباراتريس، ترقع الاخر هو اللي ياخذ القرار. مهما دكتور كان عمق الجرح ممكن لا انه الشكل يعود فوالا لا كونتويتا تونير، يعني واش لازمنا نديرو من الناحيه الطبيه مرتبطه بالغمق ولا ماشي غمق تاع الحريق. هذه وحده. ثانيا لازم نروحوا بسرعه للطبيب، يعني كاين كل ما كان اسرع كل ما كان افضل فيها اسعافات اوليه. نعم. على الاقل نحبسوا لي طوندو نحبسوه. وقضيه عمليه جراحيه بها الرقعوا ولا لا تاخذ من بعد مع الطبيب. من حق اخر سنتكلموا عن عمليه الترميم وعمليه الترميم الليزر ايضا. نجاوبوا خوله من ميلا، تكلمت لك قالت لك انه الاثار مازالها، تكلم على اللون. ايه كان عندها الابن تاعها 4 سنين و انا نعم. فهمتك بان احنا لازم الطبيب يسهر على وظيفه اليد. اذا وظيفه اليد ما تقاستش وما نقصتش وراهي في حالها ما يهمنيش انا اللون. لكن دكتور الحرق اللي تتكلم عليه كان في الوجه وفي ربما يزعج ظاهر للعيان، ممكن انه يسبب عقده نفسيه للطفل عندما يكبر. هل تجميليا لا نقول يعني طبيب يبحث لك، تكلمت الان انه اذا لم تصب العضله وهنا تنتهي مهمه الطبيب. بالنسبه لطبيب الجلد هل هناك امل في اعاده اللون الى طبيعته؟ ايه اولا كي كنت الاوان كي كنت نهضر كنت نوري اليد. نعم. لان حقيقه الوجه بالاخص عند النساء ولا عند وحده شابه ولا عندها اهميه. هذه لازمها تروح تشوف طبيب الجلد. طبيب الجلد عنده أهمية كبيرة، نشوفوا السبب ونشوفوا إذا فيها خاطر. نعم. تطور هذاك اللون، هل الحالة تاع الجلد ما راهش راح تاخذ طريقة واحدة أخرى؟ هل هناك أمل حتى نعطي لها أمل؟ لا الأمل تروح لأهل التخصص، تروح للدرماتولوج. نعم. فهم هذه هذه موافقة. هل هناك في الطب هل هناك عمليات جراحية لإعادة اللون إلى أصله؟ خصوصا بعد فترة زمنية طويلة، هي تتكلم على حسب الزمن. نعم. يعيطوا أن يشوف لأن نساء اهتمام تاع نساء بالأخص. لا هذا صح لأن الوجه الإنسان مرأة ولا راجل. نعم. هو اللي يفتح له مرآة الشخص. إيه هو. نعم. لا هنايا لازم فحص تاع هذا الجلد. نعم. أولا حنا اللي يهمنا هي نحافظوا مثلا على الوجه ما يكون الجلد محروق ومجبود هكا ولا العين تنغلق شويه ولا حنا هذه اللي تهمنا. والان ندخلوا في لا شيروجي استيتيك. نعم. الجراحه تاع التجميل مش التجميل، انا نحب لا شيروجي ريباراتريس يعطيك صحه. هذيك عندها الاهميه ولكن ما نجموش انا ما تفقدش الامل لان الان وكنتي تهضري على اللازر وكنتي تهضري على الاخر. شوف الوضعيه تاعها تاع الحريق تاعها تاع النوع تاع الاخر، شوفي الوضعيه لازم ما نجموش نجاوبوا. هي كل حاجه فيها امل. لو نستقبل اتصال من مليانه. صباح الخير حوريه. صباح الخير. اهلا بك حوريه. الحمد لله. كاش بروده عندكم؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير. كاش بروده عندكم؟
لا لا مليح اليوم الحمد لله بصحتكم بصحتكم. نعم يسلمك يعيشك. حبيبي تفضلي انشغالك فيما يخص موضوع العدد اللي نهار اليوم. اختي انا يا عندي بقى 3 سنين ملي تحرقت. نعم ملي تحرقت. اين هي تحرقت من درجه ثالثه؟ اين نعم اين مكان الحرق؟ هي ماما طابونه هي اللي حرقتني شال فيا النار. مكان الحرق في ذاتك هي اللي حرقتي في ذاتك؟ عندي الوجه واليدين والرجلين. تحرقتي بماده ولا نار؟ نار طابونه اللي حرقتك؟ لا شالت فيا النار. نار طابونه حرقتك؟ نعم طابونه كانت سبادي وشالت فيا النار. نعم نعم انا عمي. والعلاج أحرية فقط حتى يفهم الطبيب سؤالك، عند حرقك هل لديه سنوات هذا الحرق ولا جديد الحرق؟ 3 سنين. لا عندها 3 سنين بقى ملي تحرق من درجة ثالثة. وراحت للطبيب من درجة ثالثة تفتي عن الطبيب؟ لا حبستك من عند الطبيب بس كما شو ما فاتش فيا بقى دي سيكاتريس هي قعدت لي ما من اللون تاعها ولا داكن داكن هكذا. نعم هناك تشوهات كان فيها شغل بقع بيضاء. نعم نعم شكرا لك حرية تسمع الإجابة. تنجم تزغد راسها بعندها حتى عندك صعوبة في الحركة حرية؟ لا لا نسقد نسقد نورمال عادي وشني كان مازالو كشغل تشوهات مازالو. نعم حرية من مليانة شكرا لك. الجميع يسأل عن النساء نعم خصوصا النساء. أسكو نخد هذو التشوهات يروحوا لي أو لا لا؟ ستسمعين الإجابة بحول الله. شكرا لك حرية. ومازال تي ذكرت شغلة بدأت توسيلي بدأت تحياك شغل في المناطق تاع رجلين بدأت تحياري كانت بدأت الجلد بدأ يحيا بدأت تحس نعم. ورحتي للطبيب راكي تتبعي عن طبيب الجلد؟ ما رحت في الحقيقة ولا ما رحتها أبو زعج طبيب منك. شكرا لك. كنت تسني في نعطيك نصائح. ثلاث سنين. شفاء العاجل. إن شاء الله نتمنى والجميع المرضى. لا شوفي دائما احنا عندنا منهجية الطب عنده منهجية. أولا يحافظ على الوظائف الفيزيولوجية خاطر عندها أهمية كي رانا قاعدين كي رانا نزغدو يدينا كي رانا نتكلموا لميميك تاع وجهنا الخزرة تاع عينينا الانفتاح هذيك احنا الطب هذيك هي اللي الأولويات تاعو. ثانيا وهذا حق وبدا ياخذ بعين الاعتبار هنا في الشغل الشاغل تاعنا هو نحافظوا على الوظيفة الأصلية الفيزيولوجية. باقي الفصل الثاني وهذا حق تاع النساء ولا مام الرجال الوتش اللي يكون عنده طشات اللي يكون هذيك لازمها تتبع عند الـ عند الـ عند طبيب الجلد. نعم. وهو يصيب الطريقة النوعية تاع هذيك الطاشة لازم نعرفوا الطاشة هل سطحية علاه لو كانت تكون سطحية ما فيش مشكل لأن كلنا أنتم أي واحد راهو يجدد الخلايا السطحية. في هذا الإطار فقط دكتور بما حرية نبهتنا الموضوع أنه قالت أنه جلد قدميها بدأ يحيا متى نقول أنه هذا الجلد مات ما فيش أمل وما تنقولوا أنه الجلد ممكن يتغير ممكن يغير نشوفه جلد جديد يعطيك صحة نسيبة. المهم احنا كي رانا نخدمه بيدينا ونحطه رجلينا رانا نحسه حاجة يابسة تحت رجلينا حاجة طرية حاجة سخونة حاجة باردة راكو تشوفوا الدور العجيب تاع الجلد في رجلينا كي نمشيه احنا ما نحسولوش ولكن الدات تاعنا راهي تتبادل معلومات الارض هذه كيف دايره يابسه طريه الاخر نحط رجلي فوق المبارد نحسو ما سخون نحسو هذه هي اللي نظن بان تحيا حقيقه. هذاك الجلد مكونات الجلد بداو يعاودوا يبانوا ولكن لازم ندقوا هذه ماهوش عندي الملف تاعها بين يدي مانيش عارف الحريق تاعها. شوفي كيما هنا حب نركز على هذه تاع اليدين الدرجة الثالثة ربما يشابه الأحد الصور اللي أكيد نشاهدوا فيها وتعرف أنه النساء يخافوا على الوجه بشكل جمالية. السؤال الرئيسي كان هل هناك أمل في أني نرجع وجهي كما كان سابقا؟ كامل كاين أمل دائما كاين أمل. أنا وهي
خلينا نذكروا انه ما تبعتش عن طبيب جلد، يعني ربما الحاله تكون متاخره نوعا ما. نوعا ما نشوفوا كيفاه. اولا الطبق تاع الحريق، الطبق تاع الحريق، الطبق تاع هذيك الكحوله، هل سطحيه هل في الوسط هل غامقه، هذه وحده. ثاني راكي تشوفي بان لازمنا نشخصوا الطبق تاعها، هذا مش بالكلام، لازم تروح دير فحص. وثانيا كاين امل بان كاين دوك الات، كاين لي زوتراسون، كاين اللازر، كاين بصح ما نجوش نقول لها روحي ديري هذه ولا هذه، واش نركز روحي طبيب تاع الجلد. والاهميه يشخص، خاطش حنا لما نقولوا هكا في الهاتف عندي طاشه كحله ولا عندي كذا، في الطب ما كاش قفه نديروا فيها كاع الناس. لا. كل حاله عندها الخصوصيه تاعها. انا واش نقول لها روحي للطبيب تاع الجلد باه يشخص الوضعيه تاعك انت. ونعاود ناكد ردي باكي ديري لنا العشبات، باكي ديري لنا الكريمات، باكي ديري لنا الحنتيت ولا مانيش عارف حذاري، روحي طبيب تاع الجلد. العفو. في اتصالات على ما يبدو ابراهيم. ادريس ابراهيم صباح الخير. من باتنا قلمة. صباح الخير ناس قلمة. صباح الخير اختي، اهلا بك. او يسمع فيك الدكتور، انشغالاتك ادريس؟ اختي بغانا البارح. شوف نعم لم نستمع جيدا. ادريس ارفع صوتك لو سمحت. نورمال. نعم الو نسمع فيك. تفضل ادريس سؤالك للطبيب. السؤال تاعي انا عندي نهارين دوجور. نعم. كبيت مسخون. اها نعم. ايه شغل تبدل الكولير تاع الجلد تاعي مش يعني قراب. قلت انه تعرضت للاصابه بالماء الساخن منذ يومين. وين في كامل جسمك؟ لا في صدري. نعم في منطقه الصدر. هل رحت للطبيب؟ ما رحتش للطبيب. خلاص بتكسرات لي عندها دوجور. لم تذهب للطبيب، عندها يومين ولاحظت انه هناك تغير في لون الجلد. ايه. هل هناك الم؟ شويه حريق هكا شغل القشره الاولى هذيك قعدت تقشر. هل لون الجلد كان احمرار ام اسوداد حتى يعرف الطبيب؟ شغل رايح الاحمرار. احمرار. وهل تقشر ام التهاب فقط؟ لم يتقشر بعد منذ يومين الحريق ربما. شكرا لك ادريس. الدكتور سيجيبك. استمعت للاتصال انه منذ يومين يكون ربما استحم بماء ساخن في منطقه الصدر ولم يذهب لحد الان منذ يومين. انا هذه ندهش فيها ونتسائل، راهو في قلمه الحمد لله، قلمه راهي العاصمه الكاين. انا ندهش كيف احمل مده يومين وهو في وضعيه ما. اخطر حاله قلت لكم الجلد يحمينا لما حاجة تهجم عليه ولا تهدي. الأخطر حالة هو تعفن ينفكسيون. نعم فقط ينفكسيون. دكتور سمح لي دكتور، ربما في حالة إدريس من قلمة تكلم لك قال لك وضعت الماء سخون وأي تحرق فيه بصح ربما ما تقشرش، هل في حاجة نديروها في المنزل تهدأ تخفض الحرارة ربما و... أنا بدينا وكيف يقول لك ما يشقاش الطبيب؟ لا 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 تخاف من الطبيب. شوفي أولا كاين تصرف الأولي، التصرف الأولي لما تكون حريقة ما نهضروش ماشي خطير، ما نهضروش تاع الكهرباء. نعم. ما نهضروش تاع الكهرباء الحريقات الاخرين. كاين حاجة الاولى نروحو نستعملوا الماء. نعم. ونتوجهوا، شوفي تسلسل تاع التوصيات، ونتوجهوا للطبيب. ما نقولش بالك ندير حاجه ما نواسيش الاخر. فقط دكتور نتكلموا منذ صباح عن الطبيب، طبيب بعض منا بعد ما يخفض ولا يهدئ الحريق بالماء البارد يروح لعند الصيدليه، وكثير منا يقوم بها بلا ما يروح للطبيب، والصيدلي هو يوصف له مرهم او زيت معين لتهدئه الحريق. شوفي الاسئله تاعكم غانيه ولازمها طويل، تدخلات في بابها. انا شخصيا اقوم بها اذا كان حرق من الدرجه الاولى مباشره ارسل شخص للصيدلي لاهدئ ماء الحرق. فهمتكم. اولا الحريق ولو يكون بسيط لما يكون في مكان يعني عنده اهميه كيما السبعتين ولا لماذا؟ لان ما نعطيوش الوقت لهذاك الحريق يحبس. كل خطره يتواسى. ممكن تصير تقطيعه تاع
الجلد، وهذاك الوقت تولي باب تاع الدخله تاع الميكروبات. في السياق دكتور ربما الامراض المزمنه خصوصا داء السكري ربما يصير التهاب. انا نهضر لك على الناس اللي عاديين، وهنا نجوزوا للامراض المزمنه بالاخص اللي عنده الديابات بالاخص. لا يضع اي كريمات على ولو تكون حاجه شغل ناموسه عند اللي عنده مرض السكر فقط. دكتور قبل ما ننتقلوا للاتصال اخر ونوصلوا في الامراض المزمنه كيفاش يتعاملوا مع الحرائق. ادريس قال انه الحريق منذ يومين وهناك احمرار، هل يذهب للطبيب؟ في اقرب وقت اقرب وقت يروح للطبيب، واحنا الحمد لله ما تروحش للمستشفى ولا روح للمركز الصحي المستوصف، روح البولي كلينيك على الاقل طبيب يشوفها هو يشخص الحاله. ما نقعدش هكا راقد نورك سمحي لي كي عيطت لنا هبط حط التليفون وروح لابولي كلينيك. راح نبلو الامراض المزمنه. نستقبلوا اتصال من القبه. صباح الخير فاطمه. صباح الخير، اهلا فيك. اهلا بك فاطمه. اهلا بك. سؤالك؟ سؤالي عندي حساسيه. نعم عندي حساسيه في من الكلور الماء. من الكلور؟ نعم. كي نغسل نحك بزاف. اكزيما؟ ايه كي شغل اكزيما. هل رحتي للطبيب؟ استعملتي مرهمات؟ داويت بزاف عند الطبيب. نعم. هل عندك حساسية أم إكزيما؟ ما عنديش لي تخاص في يدي ولا ما عندي والو. نحك برك. ما فهمتش، هو يقولي لي إكزيما ما عنديش لي تخاص في يدي. كما خلصت ولا مازال؟ هذا سؤالك فاطمة. هذا هو سؤالك. ايه ونحك بزاف كي نغسل بالماء، صورتو كي نغسل بالماء. نعم شكرا لك فاطمه. تسمعي الاجابه. دكتور نتكلم دائما عن نساء في المنزل رغم انه ربما الكثير من لديه حساسيه من بعض مواد التنظيف، لكننا نعيد الكلام. انت يا بالك معني يا بالامر والاخر. لا نحييهم لان النساء وعيات في التنظيف، نحييهم. ولكن انا حبيت نجيبها شغل ببقره نقبض مطرق ونبدا نضرب، لان اخطر 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 أخطر مادة في المنزل اللي نستعملها يومين هي لوجافيل. نعم. وبالأخص اللي تستعملها بلا ليغون. وثانيا لوجافيل سمحي لي كاين السائل اللي نشوفه هذا كيتعدى، ولكن من لوجافيل يخرج واحد الغاز اللي نسميه. شحال من حالة تاع المرأة تدخل للمرحاض ولا تدخل للصال دو بان تغلق وتبدا تمسح بهذا لوجافيل حتى تنغم التنفس. نعم. التنفس لان كاين الغاز خارج الاخر. شوفي عنده زوج حاجات يتعدى يا غريسي لابو. نعم. ياكل اللحم تاع الجلد. ما لازمش حذري من الاخر. كاينه واحد الطريقه خطيره جدا وهذا الاخت كان اللي يديروا في بيدون دير لا جافيل وتزيد تفرغ الامو وتخلط بيديها. هذيك راهي تهرد في يديها حساسيه. يعني في البدايه تاع التدخل تاعي قلت لكم كانت عندنا زيت هنايا. وهذاك لا جافيل راح تنحي هذيك الزيت تولي الجلد معرض لهذاك الشان. نعم. ينشف وما نروحوش نشوفوا كريمه بالقارص وكريمه بالاخر. لا ناخذوا احتياط تاعنا لي غون والاكزيما هي حساسيه لازم تروح عند طبيب، ما تروحش الصيدلي، تروح عند الطبيب هو اللي وسيله. دكتور مازالت لنا نصف ساعه من الوقت، نحاولوا نستقبلوا اكبر عدد من الاتصالات. اميمه من المديه صباح الخير. تعالوا صباح الخير. اهلا بك اميمه. مرحبا بك اختي. تفضلي أميمة فيما يخص موضوع العدد. حبيت نسق في طبيب. عندي الأخت تاعي عندها محروقة، عندها 17 سنة وهي محروقة. نعم. من الدرجة الثالثة. أي نعم. ويديها عندها يدها ورجلها. نعم. وراهي تبع عند الطبيب. تبع عند الطبيب. هكا بيوبا. أي تبع عند الطبيب. كيما شحن. لما نستمع إليك فقط سألك الدكتور هل أختك تبع عند طبيب منذ 17 سنة ولا عند الحق توقفت عن العلاج؟ أميمة أنت على المباشر. أميمة تفضلي. أي نعم إيه. ما تبعتش عند الطبيب؟ لا كانت في الدويرة ما يديروا لا والو. كانت في المستشفى. نعم نعم. دارت عملية جراحية وحدة في يدها. نعم. ومازال الاماكن الحرق موجوده تشوهات انكماشات دايمين بزاف. نعم شكرا لك يا اميمه. فيها واحد البلاك كيما كانوا ينحيوها البوزمو كان شحال يبان.
شغل بقى هذاك الابيض. نعم نعم شكرا لك. وهذاك وهذوك اللي طلق راه مشويه من صغار بشويه. مشينا هي نصيحه تاعكم، هي راه عمرها 22 سنه بقى. 22 سنة. نعم شكرا لك أميمة. تفضل دكتور. شوفي الجلد تاعنا فيه مكونات، مثلا اللون الأسمر وكاع كاين خلايا خاصة. هل صحيح دكتور فقط عفوا منك أنه الـ 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 في اللون البشرة الأبيض والأسمر ليس لديهم نفس الدرجات ولا كل البشر لديهم نفس الدرجات؟ ربي خلق وفرق. نعم. وبالأخص في الجلد. نعم. في الجلد كيما كيما واسمها اسمها الجلد تاعها محميه، لان محميه طبيعيا لان عندها واحد الخلايا واحد الملون ميلانين هي اللي تعطي لها اللون. مثلا كيما انت القشره البيضاء راكي معرضه للخطر تاع السمش تاع تاع الاخر. كي تشوفي بان كي نقولوا ربي خلق وفرق تختلف. وهل تحول بفعل برونزاج هو رد فعل من الجسم اللي يحمي الجسم من اشعه الشمس؟ لا لازم ناكدوا واش هو البرونزاج. نعم. في اللغه الطبيه اللون الاسمر اللون الاسمر محمي من اشعه الشمس، محمي. نعم. طبيعيا. ولكن واحدة كما نسيبة. نعم. راهي معرضة للاعتداء تاع أشعة الشمس. نعم. كما واضح. نعم. لأزنا لازمها تحمي روحها، وبالأخص في اللي راه في خطر كبير الأشقر. نعم. اللي يكون روجي كما نقولوا حنايا. نعم. الأشقر هذاك في خطورة كبيرة. ثالثا الجلد تاعنا كيما انتيا رغم اللي عندك الجلد تاعك سمرة شوية ما عندك دو زوج خانات. يقولوا خانات زوج خانات فيها خطورة لازمك رغم اللي ما تقوليش أنا محمية الروح. فقط دكتور نجاوب انشغال أميمة قالت انه حتى الجلد او الابيض يظهر للعيان وهناك تشعر بالألم كي تلمس منطقة الحرق وعندها 21 سنة منذ 17 سنة. 17 سنة. اولا قالت لك باللي انها راهي تعالج الحمد لله مستشفى دويرة. نعم. مستشفى دويرة من محلات الصحية في الجزائر اللي نجمون نفتخروا بها. نعم. لانها مستشفى متخصص في الحريق وفي في الجلد. ثانيا لازم نعرف قلت لكم باللي الجلد قبل ما ننقطع. نعم. الجلد فيه مكونات كيميائية بيوكيميائية. نعم. فيه مثلا لماذا اللون وكلش، وفي نفس الشيء في نفس الوقت كاين العروق يمشي ورقاق على حقه وعلمه. هذه ما يلزمش تكون طبيب كي نحطوا يدينا بهذا لابولب يعيطوا لها هذا الريسان تاع اليدين نحسوا اذا سخون اذا بارد اذا طري اذا حرش اذا كذا. الجلد تاعنا حي. لما هي قالت لك من الدرجه الثالثه تروازيام دوغري، التروازيام دوغري ديغات كبار خسارات كبار في الجلد يعني ونحرق كلش مام. بما ان هذه الخلايا اللي نحسوا بها جايه على السطح هي تلفت. ربي خلقها هكا. نعم. هي عند السيده اللي اتصلت بنا تلفت اي في درجه ثالثه. كيفاش تحس بالالام رغم ان الاشارات يمدها الطبقه هي هنا حققت قالت لك في 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 لا لا هنا تختلف هنايا. نعم. قالت انه عندما الطبيب كيكون يغير الضمادات لاختها هي تشوف انه كانه شحم ولا تشوف المنطقه اللي تحت الجلد يصرى تغير في المكونات تاع الجلد. ولما تكون حريق من الدرجه الثالثه راهي وصلت مثلا للعسلوج راهي وصلت للحام راهي وصلت للغضروف. يعني راك تشوفي ان انا واش نقول لها نقول لها تكمل التبع ما تبعدش من المستشفى تاع الدويره والتكفل بها. عفوا دكتور قالت انه بدات تمل من العلاج بالمستشفى ما سمعتي اسم هذا ايضا. واش نقول لها نصيحه اللي نقدموها لانه احنا ربما هي منذ 17 سنه محروقه تريد ان ترى النتيجه بعد كامل هذه السنوات. هنايا انا الان لازمنا نغيروا الكلام تاعنا. ما لازمهاش الداوي، هذه لازمها تتعالج. لازم تتعالج التكفل تام. يا للأسف احنا في الجزائر نداوي ونديروا عمليات جراحية وكلش ولكن كاين جانب التكفل النفسي والتدعيم شخصية هذه المريضة ناقصة فيها. أنا نقولها كملي وصبري وتبعي في مستشفى الدويرة. نعم نستقبل اتصال من البوليدة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير حمزة أنت على المباشر انشغالك حمزة.
صباح النور دكتور. صباح النور. هل في عندك سؤال حمزة فيما يخص الحروق؟ نعم عندي سؤال الدكتور إذا تفضلته. تفضل حمزة. راك حر. يا دكتور عندي حوالي قبل عامين كان عندي حروق في الوجه، حروق شمسية يعني. شمسية. نعم. ومن بعد رحت للطبيب قال لي انتج لي يعني بقع سوداء. كي رحت للطبيب شخص لي الدواء درته حوالي 3 أشهر. نعم. ومن بعد أبري درت الدواء ما زال يعني الحالة ما زالت نفسها. هل كنت تخرج للشارع تقوم بوضع مرهمات أم لا تضع أي شيء في وجهك لأنك تعرض للحروق من الشمس؟ كي ما عطاني الدواء كنت ندير أبري من ذاك حبسته سيدي. طبيب مختص تاع الجلد. طبيب مختص تاع الجلد فقط سيدي. نعم. هل الحرق الأول كان من الشمس بفعل أنك رحت للبحر أو حرق عادي خرجت لبرا تحرقت بالشمس؟ لا حتى الطبيب قال لي حروق عادي حروق شمسية قال لي وفصل لي وفهمني قال لي من حروق شمسية قال لي الجلد تاعك قال لي حساس ما يستقبلش الشمس قال لي لازم على العام تدير مرهم هذا تاع حماية الشمس. اللحية تنوضلو في وجهه؟ هل هناك لحية في وجهه؟ نورمال دكتور عادي وشنو بوقع فوق اللحية دارة بالعينين دكتور. هذيك لازم تروح عند ميدسان استيتيسك ميدسان ديرماتولوج وراهم كاينين هنا طبيب تجميل يعني ما بالك يكون غموض في الكلام تاعي ماشي نقول لك تروح للاستيتيسيان روح لا ميدسان استيتيك ولا لا شيروجي استيتيك ولا لا شيروجي ريباراتريس ربما الليزر يكفيها. يعطيك الصحة. لازم يروح الطبيب مختص وعندنا احنا هنا في الجزائر مختصين في إعادة بالك ماشي كما يقول ريستيتيسيون أد انتجرام يعني تعود تولي الأمور كما كانت ولكن فيها فقط دكتور هناك بما فهم خاطئ لمرهم الحماية من الشمس وما نستعمله هنا فقط النساء في فصل الصيف لكن الرجال بما نظرا للمجتمع بما يستحي أنهم يقوموا بوضع مرهم الحماية من الشمس كالرجل والمرأة لدينا بما الجلد قد يتأثر من أشعة الشمس المشاهدين. وكاين شروط استعمال المهرم كاين اللي يقول لك إكران ولا إكران طوطال ولا ما عندها حتى معنى فيها واحدة النسبة مئوية ولكن ماشي نديرها في الصباح وتشد لي نهار كامل كل 6 ساعات كل ساعتين كل ساعتين. نعم. كل ساعتين لازم تغير يعني كاين جانب مالي هل الإنسان ينجم ربما تكون فقط أسمحت نفهم أنه البقع ليست بسبب الشمس وإنما شيء عضوي آخر بدأ يظهر عن طريق بقع سوداء. يعطيك صحة. وعليها راني نقول لك لازم تتقدم للطبيب المختص خاطر كاين تحليل تاع الجلد يعني بالأشعة كاين يجمع نحيوا له بعض من الآخر والتباقة تاع هذيك البقعة البقعة الكحلة تباقة تاع حاجة سطحية ولا غامقة ولا في سؤال في السياق دكتور هل عند الإصابة بالحروق هل يجب تغطية الجرح أم لا؟ يقول لك يجب تغطية الجرح لكي لا يتأثر بالشمس ويولي أسود وكاين يقول لك لازم تغطيه على جل التلوث. أولا لازم كيكون حريق أول حاجة نديروها في الماء. نعم. ثانيا الحالة تختلف إذا مثلا نجي من الحاسي مسعود إلى الجزائر العاصمة ولا راكي تسكني مثلا في البوليدة وراح على السبيطار تاع الدويرة. نعم. حقيقة ما لازمش تغطية الخوف وراهو الخوف إذا هذيك المنديل اللي تضعيه يكون معفن وثانيا نجم يلصق شوفي النوع تاع ما تنساش النيلون. نعم. عنده خصوصيات ما تحوسوش تنحيه ولا تغطيه المرضى كي يتوجهوا لعيادات طبيب لتجديد الضماده ربما في كل مره ينزع الضماده في بعض الاحيان تلتصق الضماده هل ذلك صحي عندما ينزع الضماده ام يجب وضع تلك الضمادات المبلله فيها مرطبات؟ ابدا محريق ولا ماشي حريق لما نعم. تكون عندك منديل هذاك لي كومبريس. نعم. ويكونوا ناشفين ولا سقين معلا. نعم. نديروا السيروم نبلوها
ما نجيش النحيله بهذه بالاخص في الاطفال الصغار اللي في بعض الاحيان يتم نزعها. لا هذاك غير يخرج من السلك العلاجي. هذه بالاخص الختانه تاع الدراري صغار كاين اللي يديروا له هذاك الكومبريس ويجي ينحي. يا ورم القلب هذا ما يلزمش اللي يجي ينحي هكا. تبليها بالسيروم كاين موجود على نقول لك المركز الصحي، تبليها بالسيروم هذاك الوقت تشليق المنديل كما يتشمخ يشرب الماء يتنحى وحده. اذا ليس صحيا ان ننزع الضماد بعنف. يا اسماء راكي لا طبيق اللي تجربه مع ذلك الطبيب كان ينزع الضماد بعنف. هذا ما راكي تشوفي هذيك مريم الحصه اللي درناها تخزرك اذا عندك هذا التصرف. استقبلوا اتصال فقط من البدايه. نعم صباح الخير جمال. صباح الخير أزول فلونا أيما أو تما. أزول أهلا. أزول إذا كان مسلم تقبيلي فهم تقبيلية فهم غير أنا عبد الله. أزول دكتور يفهم فيك تفضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. بغيت أسقسيك طبيب. وي الدكتور تفضل تفضل خلي وقت تهضر خلي ولك الوقت ليك. بغيت نسقسيك على حروقات الجلد في ظهري. حروقات شمسيه في ظهرك. في ظهرك حروقات شمسيه. واش لابوماد اللي تصلحني باغ اكزومبل نديرها؟ واش تخدم الاخ؟ واش نخدم؟ نخدم شيفور. شيفور عليك ودائما تصوب بالتريكو وظهرك للسمش. نعم ساعتك صحة بصحانة ظهري كاع محروق. نعم ألور لازمك هذه حاجة بسيطة ولكن لازم ترد بالك خاطش الحريق اللي دوم هكا ممكن المكونات تاع الجلد ولكن حريق السطحي تاع الشمس ممكن. الآن أشعة الشمس خطيرة لازمنا ناخذ احتياطات. سي تري سامبل يا أخي دير بومادا اي حاجه بسيطه ماشي بومادا كورتيكويد ماشي تروح عند الصيدلي بومادا تاع زيت الحوت ولا اي ما نجمش نعطيك الماركات كاين بزاف. ماشي كورتيكويد ماشي تاع كورتي بسيطه. هذه وحده. وثانيا يا الاخ كي كنت سوق خلينا ما ذاك التريكو الجلد تاعك معرض للسمش في التاريق مثلا تروح من تيزي وزول الالجي ولا من البجايه. جايه يفو ماتر ان تريكو مون فرير يفو ماتر ان تريكو بو بيض. رانا في التلفازه ما نوري لك كيف التريكو رات كو تريكو تاع القطن بيض لازم هو اللي يحميك. نعم شكرا جمال من بجايه. دكتور فت شكرا لك. اهلا بك واهلا بجاية. نعم للسؤال اخر دكتور بالنسبه اللي يرتديه وحنا نشوف ربما اهلنا في منطقه الجنوب حتى في فصل الصيف يقوموا بارتداء ملابس كامله حتى بعض السائقين في الجزائر ولا اللي يسافروا بشكل كبير جدا شوفوا انهم يضعوا بعض المعاصم البيضاء خاصه في اليد اليسرى لحمايتها من الشمس وهذه نصائح ربما تقيهم من الحروق. هذيك يقول لك برونزاج السائقين دائما عندهم يعيطوا له برونزاج تاع البناي برونزاج دي ماسون. اليد هذه اللي خارجه لبرا مغذيه واللي من الفوق بيضة. لا لازموا هذه صح تاع الجنوب. والجنوب عندهم جلد خاص لانه يتلائم مع تشوفي بان يا كوتي جينيتيك يا كوتي المكان وعايشه فيه وكلش. ولكن قلت لك دكتور جمال لفت انتباهي نصحته بزيت الحوت مبهم زيت الحوت. هل وضع هل ممكن يضع المبهم ويخرج ام يضع مرطبات اواقي للشمس ويخرج وفي المساء يضع المبهم؟ ما انا نفضل المبهم. كيفيه الاستعمال؟ هل في المساء ام يضع المبهم ويخرج به اولا كيفيه ينزل ويروح يعمل كيفية الكفاء؟ قلت لك لازم يلبس تريكو أمونش لونغ بالأقص كيكون معرض للسمش البنايين وكلش ويزيد يدعم هذا الإجراءات يدعمهم يدير المرهم ما نظنش أنا واحد بناي راح يخسر دراهمه في أن إكران طوطال اللي يسوى غالي من 100 ألف للفوق لما شيء أكثر. لا
هو يخبي روحه. وهل المراهم ما عندهاش ما تتأثرش عفوا بأشعة الشمس؟ لا لا ما فيها ولو، مثلا كما زيت الحوت. نعم. هي فيها فائدة ما من القلب. يقولوا انه بالعكس ربما هي اللي تكحل المنطقة، ربما اسمى على هذا سألتك هذا السؤال. هذه المراهم لك البعض ينصحك لك ديرها في الليل عند النوم، انك صباحا ستقوم بغسلها وما يبقاش اثر. هناك الكثير من المواد اللي يتفادوا استعمالها في الصباح. نعم. كاين أدوية لو ناكلوهم يتأثروا ولو ما عندهمش علاقة مثيلة مع السمش. أدوية مشروبة تتأثر في أمراض أخرى. أنا نقول بأن هذا يدير إن بروتكسيون، ما هذه ما كاش منها مثلا زيت الحوت، ولكن كنت قلت له ما تستعملش الكورتيكويد. نعم. كان واحد المراهم بمادة خاصة لكورتيكويد، هذوك بالك يتعاملوا يتأثروا بالآخر. نعم. كان مهدئات في مرض آخر تاع الأعصاب اللي ما ناكلهم راه السمش تأثر عليهم، يعني ولو ما كاش علاقة متينة. ولكن تكون مرهم ان بوماد بروتكتريس، ما قلت زيت الحوت، ويا للاسف. نعم. ما ننجمش نقول ماركات اخرى راهي موجوده واحد الماركه مليحه. ما كلي حليب كلي. نعم. حليب فوق الذات، هذا ليس لتشهير للمرهم، وانما في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب ينصحوا الكثير من السيدات باستعمال البيافين، اكيد ربما سمعت به، لتبييض الوجه او اليدين او اي منطقه يراد تبييضها، ومعروف انه هو مرهم لعلاج الحروق الخفيفه. حتى يفهم فقط المشاهد والمستمع. راكي خففتي على قلبي واحترمتيني كطبيب، ما انت اعطيتي الماركه، هذا الماركه اللي قلتيها فيها فائده كبيره، ويعني ما تاثرش تماما. هل صح انها هي مبيضه، انه النساء يستعملوها اليوم لتبييض الوجه، تبييض اليدين، نستعمل جمالي؟ مانيش مكياج ما عندي. انا نهضر على هذا الماركه اللي قلتيها، نهضر عليها تحمي من أشعة الشمس. نعم. ربما أميمة بقى عندها انشغال. نعم. راني قلت كلمة لي ما سنستقبل اتصال أميمة. أميمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أميمة، تفضلي يا أميمة. انقطع الاتصال. الوقت يداهمنا دكتور. هذه التصاور حبيت. نعم. نعلق عليهم. تفضل إذا تفضل ممكن. قبل ما نأخذ تداوي من الأعشاب. نشكر اختيار ده هذا أسماء أسماء هي اللي اختارتهم. لا والله. نعم. اختيار طبي محض. نعم. درتي أهمية تاع اليد. اليد عندها أهمية كبيرة. السبعتين تاعنا الوظيفة جسم كاينوا للحريق. نعم. راهو يلمهم، يذوبوا مع بعضهم بعض، يذوب الصباح هذا كتشوفي كيما هنا، لازم هنا لازم عمليات جراحية تهتم برجوع الأصابع عن بعضها. بوجوع. نعم. كاين وين هذو هنا عندنا ينحرقوا اليد. نعم. تتكمش، شوفي كيفاه. نعم. وكاين التقنيات اللي انا نستعملوهم في الجزائر. نعم. تقنيات، وشوفي هنا نستعملوا الماء، يا اما الماء الفيزيولوجي يا اما الماء العادي يكون بارد، وهنا يا التلقيح تاع من الجهه نحو الجهه اخرى. نعم. نستقبل اخر اتصال من وهران. عائشه اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام عائشة. تفضلي عائشة، الدكتور يسمع فيك انشغالك فيما يخص. السلام عليكم الدكتور. مساء الخير. أهلا. السلام. عندي 5 أيام اللي تحرقت بالزيت. نعم. كنت نقلي هكذا وقلبت عليا. شحال في عمر البنت تاعك عائشة؟ هي من احترق بالزيت. نعم. بنتها. نعم. شحال عمر البنت تاعك عائشة؟ لا أنا اللي تحرقت. نعم. وين تحرقت؟ أين احترقتي سيدتي؟ مكان تاع يدي كامل. يديك كاملا. نعم. وتسألين؟ أيوا كي تحرقت في الليل ما مشيتش للخط، مشات بنتي جابت لي تيرغا وداك الأخر. تحرقتني كامل في الليل، وصبح من النهار بقيت كامل يدي انتفخت لي. وين تسكني؟ فوق في الغابة؟ واش من جهة تسكني؟ هاي الصباح قريب ليك كاش مقر تاع البولي كلينيك دو غارد ولا كنت عام لظروف تعاونت عائشة راكي تحكتي تعاونت في العلاج. درت يدي في الماء بارد وبعد مشيت درت هذوك لي كلاصون درت كل شيء بصح صباحا نطفخت وبون بعد مشيت الغدوة من داك الداتين بنتي ندير هذوك نحاولي كامل هذاك الجلده وداروا لي بوانتمون تو
وطاني لي زونتيبيوتيك طاني الطبيب زونتيبيوتيك درتهم بصح الثالثيام جوغ البارح واليوم جاني كل وسيس تحت يدي وانتفخت من دراعي وجاتني الحمى. نعم. هل هناك تعفن في الجلد فقط سيدتي؟ هذه هي حكاية انفكسيو. كانت شوية تعفن بصح كيما اليوم الحمد لله صار طاب. راكي تبدلي كل يوم الضمادات عند الطبيب حتى نعرف فقط. يعني كل يوم نمشي كل يوم نمشي يعني كل يوم. نعم. قريب. شكرا لك. راكي تشوفي التعطيل وهذه نعاود نولي لبداية الحصة تدخل. الجلد تاعنا ما لازمش يكون تماما امام يكون محروق سطحي عندها مرض مزمن والا لا لم تخبرنا بها. الاخر يحمينا من الميكروبات مش حنا نقولوا كي والو بالاخص عند واحد عنده مرض السكر لا كي والو غير مرفوخ دير شويه بومادا ولا تيلقرا ولا الحمد لله بنتها راهي شويه ذكيه قامت بتيلقرا. تيلقرا يعني فيه كريمة مخلطة مرطبة ولكن لازمنا نفهمه بالأخص لما عندنا إمكانيات كاين بوليكلينيك كاين كلش روحتي ممكن أكبر حاجة وأخطر حاجة لما الجلد تاعنا ينقص ولو تكون راس المساك كما نقوله ممكن تولي تعفن خطير جدا بالأخص اللي عنده مرض السكر. ما نتمناوش ذلك دكتور لكن الناس بزاف عم يتسقسي على العسل خصوصا العسل الآن شفنا عيادات في الخارج يستعملوه لعلاج الجروح. هل العسل مفيد للحروق ربما لنزع التشوهات؟ رام يقولوا أنا شخصيا ما استعملتوش لأن شفت الناس اللي استعملوه راكي قلتي في الخارج. نعم. عيادات خاصة تحت مراقبة طبية تحت متابعة طبية ماشي أي واحد قال لي العسل فلان هذا بقطه ماشي قبض العسل الواسي لأن العسل حلو وممكن في الميكروب الثاني يحبوا يعيشوا فيه. إذا الوسائل اللي نستعملوهم البكتيريا تنشط فيه هنا يعطيك صحة هنا يعطيك صحة في تقديمك هذا الجانب قلتي في الخارج عيادات خاصة. نعم. احنا ماشي هبا ومدبا يدخلك في بكاش بارت مع الوسخ وفي كاش وربما حتى الجروح يكون ملتهب ونوضعه فوق العسل يزيد يفعل أكثر ربما على حسب درجة الحرق والشفاء من هذا الحرق. أنا ما عنديش معلومات لكن كش واحد يزودنا معلومات شكرا. إذا كاين مراكز صحية طبية في الجزائر اللي في إطار عمل طبي علاج طبي تقييمي خاطر في الطب نقيمه لما نستعمل هذه الطريقة العسل ولا أي حاجة نقيمها وندير إحصائيات وندير النتائج وندرس. نعم. ولا ما من هبة ودبة تروحي عندك شو واحد يبقط لك العسل هذيك خاطيني. دكتور في السياق هذا فقط لنختم الجزء الأول مباشرة مع دكتور هل في عيادات في الجزائر هنا للمعالجة بالليزر؟ إيه هنا نعاود نأكد حاجة يعطيك الصحة كاين العلاج لا نتكلم عن العلاج هل في بما أنك طبيب هل في علاج نعم باش نوجهه للناس شوفي الاهتمامات الأولى تاعي كطبيب. نعم. هو نحافظ ما يكونش تعفون ونعاود نجيب وظيفة اليد العضو هذه الاهتمام الأول كاين جانب استيتيك حقيقة إن الآن كاين وسائل يعني للأسف راهي موجودة إلا في عيادات خاصة ولا طب خاصة ما بين اللازر وما كاش غير اللازر كاين بزاف احنا يا كلمة اللازر كلي يعني تدهشنا لا كاين حالات وين لازم اللازر كاين حالات اللي مازم أولا لازم احنا أنا اللي نبلغه اللي يكون عنده مشكل يروح اولا قبل كل شيء للطبيب وراه عندنا اطباء عندنا مراكز صحيه نقولها مثلا في الجزائر عندنا دويره عندنا لا كلينيك سنترال اللي جايه في لافني باستور وكلش هما كاين الكفاءه والله العظيم كفاءه ونحيي الاستاذه بهلول اللي جزائريه تعمل في الجزائر هي اللي لازم هدي تشخص عندنا اساتذه جزائريين يخدمون في المستويات كما
في الدويره هذه اللي لازم نواسيوها. وما نشي انا خير نشوف في الدخله تاع كاش الطبيب العلاج باللازر، روح اعمل العلاج باللازر، علاج بالراجل الطبيب هو اللي قرر واش من طريقه العلاج. وحقيقه اللازر ممكن يكون نعم دكتور فتحي بن اشن هو مختص في الصحه العموميه، نورتنا ها اليوم. ان شاء الله نتلاقى في مواضع اخرى ان شاء الله مع وقت كبير، لان لخصت في الماكسيموم. والله زدنا نصف ساعه من برنامج خاصه بقى بفقره اسماء، لانه الاتصالات كثيفه جدا. الحمد لله. ومصح موضوع عنده اهميه قصوى، لازمنا نرجعوا ليه ونرجعوا ليه، لان كارثه في الجزائر. نعم نمر زميلتي نسيبه للجزء الثاني الصحه حياه. عندنا بعض المشاهد للاطباء في المملكة العربية السعودية، الأطباء كيفاش يتكافلوا مع الناس وكيفاش يساعدوا في الناس على العلاج. نشاهدوا هذه المشاهد في هذه المشاهد المختارة في هذا التقييم ولا نعود؟ تفضلوا. تخيل ربنا يسترني ان انا اعمل عمليه كبيره زي دي وغاليه، وان انا كمان احج في نفس الوقت. ده شيء عظيم يعني. الحمد لله ربنا كتب لي، الحمد لله النجاة والسلامة، والحمد لله احمد الله واشكره. وربنا يكرمه صاحب المكان ده، ربنا يكرمه يا رب ويجعل في ميزان حسناته ويجعل كلكم كل خطوه سلامه. زاوجوا بين الإخلاص والعطاء، فصنعوا البسمة على شفاه. دكتور كنا شفنا الملائكة الأبيض، الملك الأبيض الأطباء، كنا في مؤخرا في الوسائل الإعلامية طحنا على الطباء، طحنا على الطباء. شوفوا مثلا في المملكة العربية السعودية كيفاش يتعامل الطبيب مع الحال. شوفي أنا ما نطيحش في الأطباء وما نطيحش، أنا عندي نظام صحي، عندي تكوين وعندي طريقة العمل، لا كونديتا تونير. أولا نحيي
ماشي كتناني طبيب الاخر. نحيي لان كاين جهود كبار رغم المشاكل. لا رغم المشاكل في مكان تاع الاطباء تاع الممرضين. انا نروح ما نزمش نقول اطباء وممرضين، نقول طاقم العلاجي مام لا فام دو ميناج، مام النساء اللي نظفوا كاين اللي مقيمين بجهود كبار. انا نقول نحييهم ونقول لازمنا نحافظوا. ما نشوف السعوديه الله يسهل عليهم الله يبارك والله يزيد لهم، في الجزائر رغم ظروف صعبه نقولها تاع الطاقم العلاجي، ولكن كاين جهود. مانيش ندير توازن في الكلام تاعي ولا الوضعيه هاهي، لا ما ردوش بالنا رايح يصرى انهيار. ونحيي الزملاء اكيد. اسمى صوره اليوم نعم هي فيديو اليوم لطفل صغير يستمتع بفحص الممرضه، فنشاهد هذا الفيديو عفوا ولا نعوده. Clean and over on each other. You know, next. You are too cute. Good boy. I think he likes to scratch him. صورة جميلة دكتور. وهذا بين من الصورة حب الزين. أول مرة نشوف طفل يتقبل العلاج بهذا. كاينين ولا غير كاينين. ربما نفسية الممرضة كانت جميلة. نعم. بالإنجليزية يقول لك لما الطبيب يكون جميل. نعم. بالمفهوم العام جميلة لأن شعرها طويل. نعم. ربما الجمال في المعاملة دكتور. والحنانة شتي كيف هي. نعم. وبهذا مشاهدينا الكرام نختم عدد اليوم من ألف صحة، دمتم.